في الجاهلية وأدوا البنات خوفاً على شرفهم، ومن ثم تطوروا أكثر فأصبحوا يقولون زواج البنت سترة، عائلة صغيرة وما ضغطوا عليها أن يتجوز. ثم جاء من بعدهم ليؤكدوا أن البنت ملهاش غير بيتها، رغم أن الفتاة في وقتنا هذا تفوقت على الرجال في بعض المجالات. قضية زواج القاصرات حصلت قبل كده مع توني خليفة الأحد الساعة 11 مساء على CBC.